السلام عليكم جميعا. بنرحب مرة ثانية بالدكتورة عبير عبد الغني، أستاذ مساعد كلية الآداب جامعة القاهرة. وده الجزء الثاني بتاع المحاضرة عن البلاي ثيرابي. الجزء الثاني، الجزء الأولاني احنا اتكلمنا عن تعريف والأنواع وامتى نستخدمه وأهميته. اعتقد ان المرة دي هنضيف المعلومات عشان تبقى الصورة كاملة عن البلاي ثيرابي بالنسبة للتشايلد بالذات. اتفضل يا دكتور عبير. انا دلوقتي هنبتدي بقى نخش على اللعب على طول، هنبتدي نلعب. فطبعا انا عندي العاب كتير قوي، لكن انا هبتدي بال ثواني بس اغير السلايد. هنبتدي ندخل على اللعب على طول. طبعا انا كان نفسي ان يبقى في فرصه تبقى في صوره ورشه عمل، لكن انا حاطه لحضراتكم التعليمات بالتفصيل والمواد الخام. وطول ما احنا ماشيين الشغل بتاع البلاي ثيرابي، انا عايزه اتعامل مع كل لعبه على انها فرصه ان احنا نعمل برين ستورمنج مع بعض. لو ما عنديش ده اعمل ايه وايه التعديلات اللي انا بعملها؟ انا طول ما انا شغاله فيها ذهني عمال يشتغل، واللعبه بتتحول لتلاتة اربعة. فعايزه ده اللي يبقى في اذهاننا. اللي انا هقوله ده مش قران ومش كلام منزل. وارد قوي ان حد يقول لي طب لو ما فيش كذا هحط كذا، عشان يبقى نتصرف في حدود الامكانيات المتاحه في الموقف بتاعنا. اول لعبه بنسميها لعبه اهزم الوقت. اللعبه دي مصممه لزياده التحكم الذاتي والتحكم في الاندفاعيه، وبالتالي تصلح اكتر لاي فئه. مين الفئه اللي عندها مشكله في التحكم في سلوكها والضبط الذاتي؟ الولاد اللي هم الـ ADHD. خلاص؟ المواد اللازمه، وطبعا بتساعده اللعبه دي على انه يقاوم المشتتات، ودي مشكله اساسيه بتواجهنا عند الولاد اللي عندهم ADHD. المواد اللازمه عندي ساعه ايقاف، عملات، ادوات رسم، مكعبات. العملات دي مش مقصود بها عملات الفلوس، هي حاجه بيسموها عندهم بوكر شيبسي، بتبقى عباره عن زي القرش او يعني حاجه فضه كده، انا مصورها لكم على الموبايل عندي. عملات ملونه بلاستيك. بدل العملات دي انا فكرت طب لو ما عنديش بوكر شيبسي اعمل ايه؟ زراير كبيره ملونه بالوان مختلفه، لان هي الفكره ان انا هاخد ودي معايا. خلاص؟ ممكن تبقى حبات مكرونه ملونه، ممكن تبقى اي حاجه فيها فكره ان احنا هنستخدمها بديل عن الفلوس. اللعبه بيقدم المعالج اللعبه للطفل قائلا هنلعب سوا لعبه اهزم الوقت. اللعبه مدتها 10 دقائق. اول ما هنبدا هشغل الساعه، هدي لك دلوقتي 10 عملات وقدامك 10 مكعبات، عايزك تبني لي منهم برج. ممكن تبقى مكعبات يبني منها برج، ممكن تبقى رسم هيرسمه، ممكن صلصال يشكله. هي فكره ان انا هستخدم مهمه اعلمه يركز انتباهه من خلالها. فانا بشغل الساعه وبقوله قدامك 10 دقائق هتبني لي فيهم برج، بشرط تفضل مركز على المكعبات بس. لو نجحت تبني البرج هتاخد العشر عملات كامله. في كل مره الطفل هيتشتت انتباهه ويحول انتباهه عن المهمه المطلوبه، كانه يسال سؤال او يتكلم او يحول نظره عن اللعبه، هروح سحبه منه واحد من العشره. طب لو هو احتفظ بالعشره هيبقى هديله 10 تانيين، لو قدر يستمر لمده 10 دقائق هديله 10 فوق ال 10 التانيين. طبعا في الاول هيحصل ده، هيحصل انه يتشتت، هيحصل انه يتكلم، يسالك سؤال، يلتفت. طب المشتتات هتدخل امتى؟ هسيبه يشتغل الخمس دقائق الاولى بدون مشتتات. بدءا من الدقيقه السادسه هعمل مشتتات. هعملها ازاي؟ ممكن بالموبايل، ممكن مزيكا، ممكن ضوضاء جنبه، عشان اشوف هعرضه لموقف انه فعلا هيتشتت انتباهه، فتتسحب منه اول عمله، فيتعلم انه يركز في كده. طب خلص العشر دقايق هتجيله وانتبه تماما، هتجيله العشر عملات تانية، بقوا 20. طيب، ويفضل يجمع. هقوله لو وصلت انك تحتفظ بخمسين عملة قدامك صندوق للعب، طبعا لازم حجرة اللعب هيبقى فيها ده. لو احتفظت بالخمسين عملة هتنقي منهم اللعبة اللي انت عايزها. لو تم الخمسين ابتدي بقى ازود الانتباه تدريجيا. المدة يعني المدة بتاعت الاداء اخليها خمس دقايق كمان، تبقى 15 دقيقة. عمل خد 50 عملة، هتزيد 5 دقايق تانيين. اختار بقى حضراتكم النشاط اللي انت عايزه. عايز تخليه يشكل بالصلصال، عايز يرسم، عايز يلون، اي حاجة وفقا للانتباه يعني الاهتمامات بتاعت الطفل، انت حر تختار. دي اول لعبة.
تاني لعبة بنسميها لعبة الكلمات الدالة على المشاعر. احنا عارفين ان الاطفال بيبقى عندهم صعوبة كبيرة جدا في انهم يعبروا عن انفعالاتهم من خلال التعبير اللفظي او يعبروا عن مشاعرهم، اما انهم لا يرغبوا في ده او انهم ما بيقدروش. عندما ينخرط الطفل في ممارسة هذه اللعبة بتتضاءل الياته او ميكانيزماته الدفاعية ويصبح قادرا على التعبير عن مشاعره بطريقة ممتعة وغير مهددة. يمكن ان تستخدم هذه اللعبة بنجاح مع مين؟ مع الولاد اللي عندهم الكوندكت ديس اوردر، اللي بيعانوا قلق، تشتت انتباه وفرط حركة، حيث تتيح هذه اللعبة للمعالج مناقشة مشكلات الطفل التي لا يستطيع التعبير عنها بشكل مباشر. المواد اللازمة برضو البوكر شيبسي، وزي ما قلت استبدلوه بأي حاجة انتوا عايزينها، ألوان، قلم، كروت صغيرة، كروت ورقية صغيرة، ممكن لوح كانسون نقطعه مكعبات صغيرة. التعليمات، بيقول المعالج للطفل، بيسأله ايه هي المشاعر اللي بيحس بيها الولد او البنت اللي في سنك. خلاص، متأسفة فلتت. وبيبدأ المعالج في كتابة الكلمات الدالة على المشاعر، كل كلمة في كارت منفصل. إذا كان الطفل لا يستطيع الكتابة، يقوم المعالج برسم وجه يمثل الشعور الذي يذكره. وممكن أديله مثلا، إيه الحاجات اللي بيحس بيها الطفل الولد أو البنت اللي في سنك؟ فيبقاش عارف، أقول له ممكن حاجة زي بنتنرفز، بنتضايق، ممكن نبقى حاسين بالحزن، فيبقى الحزن، الغضب، الغيظ، الألم، ها؟ كل حاجة من دول هحطها في كارت. طب لو الطفل ما بيقدرش يقرأ ويكتب، هرسم وش، كل كارت هيبقى فيه وش، والحاجة اللي هيقولها نخليه نرسمها. ودي موجودة في الكتب على فكرة بتاعتنا، بتاعت يعني موجودة قوي الحاجات الخاصة بالذكاء الوجداني، هتلاقوا الوجوه دي موجودة، المبتسم، المتغاظ، المتنرفز، وهكذا. يقدر يقول هنكتب، ما يقدرش يقول هنرسم الحاجة اللي هو مفروض يقولها. إذا لم يذكر الطفل أسماء كل المشاعر المهمة التي يتطلبها استكشاف مشكلة الطفل، فعلى المعالج اقتراحها على الطفل. افرض الطفل ما قالش حاجة مثلا زي الحزن، وهو المشكلة اللي جاي بيها مرتبطة بالاكتئاب والحزن، أقول له طب والحزن، فأبتدي ندون كل المشاعر على كل شعور أو كل انفعال على كارت منفصل. مجرد أن ينتهي من كتابتها، يقوم برص الكروت أمام الطفل ويقول هنا كل الكلمات اللي بتعبر عن المشاعر. خلاص خلينا كتب كل المشاعر، هرصها قدام الطفل كده، ثم يمسك علبة العملات ويقول للطفل، برضو تاني هيرجع للبوكر شيبسي، قلنا لو مش عندي برطمان وحط فيه أزرار ملونة بأشكال مختلفة. تخيل معايا ان العلبة دي جواها كل المشاعر اللي اتكلمنا عنها وكتبناها، كل عملة كأنها شعور، وبيروح دلقها قدام الطفل عشان يوضح الكلام اللي بيقوله، يعني العملة الحمراء شعور، الزرقاء شعور تاني، وهكذا. دلوقتي هحكي لك قصة، ولابد ان القصة اللي بيستخدمها المعالج بتتضمن مشاعر ايجابية وسلبية. خلاص؟ عند اكتمال القصة يسأل المعالج الطفل، ايه هي المشاعر اللي حسيت بيها؟ يلا نختار المشاعر من الكروت. هو حكى له قصة عن نفسه بتتضمن مشاعر ايجابية وسلبية، وكروت مرصوصة قدام الطفل، يقول له طب يلا قول لي ايه المشاعر اللي انا حسيت بيها، بيبتدي الطفل يسحبها. وبعد ان يختار الطفل الكروت، يضع المعالج عملة على كل كارت. كل كارت بعد ما الطفل اختاره هحط عليه عملة، وهقول لي ايه الهدف من ده. بيلفت انتباه الطفل الى ان عدد العملات يعني ان كل فرد يمكن ان يخبر او يعايش اكثر من شعور في الوقت نفسه. لما يلاقي ان عنده 5 عملات، معناها ان انا عندي 5 انفعالات، فالطفل يتكون عنده انسايت انه الشخص ممكن يحس باكثر من حاجه في وقت واحد. ثم يحكي المعالج قصة غير مهددة عن الطفل تتضمن أيضا مشاعرا إيجابية وسلبية، ثم يقدم علبة المشاعر مرة تانية للطفل. هيحكي في المرة التانية قصة عن الطفل، بس قصة عادية خالص. طب هيجيبها منين؟ من خلال البص هيستوري اللي خده من الأم والأب. بيحكي قصة عن موقف سلوكي الطفل، واجهه أي حاجة بسيطة، مواقف حياة يومية. ثم يقول للطفل، يلا اختار الكروت اللي بتعبر عن مشاعرك، وطلع المشاعر من العلبة بعدد الكروت اللي اخترتها. خلاص؟ ثم يطلب من الطفل ان يحكي القصة التالية للمعالج. الطفل بقى هيحكي القصة اللي بعد كده. المعالج في المرة الاولى اتكلم قصة عن نفسه، تاني مرة المعالج قال قصة عن الطفل غير مهددة، تالت مرة بقى خلي الطفل هو اللي يقول لي القصة عشان يطلع من علبة المشاعر. ها؟ هيختار الكروت، وهيختار عدد
زراير او عدد بكر شيبسي بيتناسب مع مشاعره. ثم يطلب من الطفل ان يحكي القصه التاليه للمعالج ويختار الكارت اللي بيعبر عن مشاعره، وبعدين يختار من العلبه عدد العملات اللي بتمثل مشاعره، ويستمر الامر على هذا النحو الى ان تعرض المشكله الاساسيه المتصله بالطفل. مره نحكي وهو يحكي، وكل مره نطلع الكروت وكل كارت يمثله بعمله، فالطفل بالتدريج ابتدي اشجعه على انه يعمل تعبير ذاتي عن نفسه ويعبر عن مشاعره، ويشوف انه المشاعر ممكن تبقى كتير قوي وممكن تبقى متناقضه، فيها جزء ايجابي وفيها جزء سلبي. اختلاف الالوان هنا هيساعده على انه يدرك ان في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه. ممكن اقتصر على يعني لونين بس، مثلا زرقاء وحمراء، اقول له الزرقاء للمشاعر الوحشه او السيئه، والحمراء مثلا المشاعر الايجابيه. لعبه المجنون. اللعبه دي مصممه لتظهر للاطفال ان الغضب يعد شعورا شائعا ومقبولا، ويتيح للاطفال ان يعبروا عن غضبهم لفظيا وجسديا. اللعبه دي لازمني فيها ايه؟ لازمني مكعبات بس، مفيش اكتر من المكعبات. بقسم المكعبات بيني وبين الطفل بالتساوي، خلاص، وابتدي احط اول مكعب. اللعبه دي ممكن توظفها بقى للتعبير عن مشاعر مختلفه، مش بس الغضب، ممكن يبقى حزن، ممكن يبقى غيظ، ممكن اي مشاعر. هبتدي هقول له احنا هنعمل برج مع بعض، انا هحط مكعب وانت هتحط المكعب اللي فوق، وفي كل مره هنتكلم عن حاجه. فالمدرب او المعالج بيحط المكعب اللي قدام، يعني قدام الاول قدام الطفل، ويقول له احنا هنتكلم على الغضب. كل واحد فينا هيقول هو امتى بيشعر في الغضب، فانا هحط المكعب الاولاني واقول له انا بحس بالغضب لما حد كبير يضرب طفل صغير. حط المكعب الثاني، انا بحس بالغضب لما بابا وماما بيزعقوا لي. الثالث، الرابع، الخامس، ونفضل. خدوا بالكم هنا بقى، بدل ما اقعد واقول له كلمني عن كذا، لا، ده احنا بنلعب. خلاص، اول ما المكعبات تنتهي هنعمل ايه؟ هقول له اختار لي حاجه واحده من الحاجات اللي انت بتخليك تغضب وفكر فيها كويس قوي. طب بعد ما يفكر هعمل ايه؟ هقول له غير تعبيرات وشك واعمل نفسك زي المجنون، ونروح هدين البرج ده مره واحده، ويروح الطفل موقع البرج. هنا الفكره، هنا فكره التدريب ده ايه؟ فكره التدريب انه بيتيح للطفل ان هو يعبر عن مشاعر الغضب بطريقه مقبوله، وييسر التعبير ده، لانه في ولاد كتيره بتجزم الغضب وبتبقاش قادره تعبر عنه. طبعا ممكن اغيرها، بدل ما اقول الغضب اقول الحزن. انا بحس بالحزن لما افقد حد عزيز عليا، يبني فوقي، انا بحس بالحزن كذا. وخلوا بالكم احنا مش بختار عبارات عشوائيه، انا بختار عبارات بتقرب تدريجيا من مشكله الطفل. فاهمين قصدي؟ لو طفل اتعرض للإساءة، أنا بحس بالحزن لو واحد كبير ضرب طفل صغير وعوره، فيبتدي يبني عليا، ونقرب بالتدريج من المشكلة المهددة اللي الطفل مش قادر يتكلم عنها. التدريب ده برضو جميل جدا. ده اسمه فرقع البالونات. طبعا احنا عندنا ثلاث انماط من الاطفال. في ولاد بتجزم الغيظ، ما تعبرش عنه خالص، عاملين زي السفنجه اللي طول الوقت تمص انفعال الاخرين وما تقدرش تعبر عن غضبها. وفي ولاد بيعبروا عن غضبها بطريقه تدميريه او بشكل سلوك عدواني، او وفي فئه ثالثه بالانسحاب والعزله. طيب انا هدربه من خلال حاجات بسيطه جدا. انا عايزه اول حاجه اعلمه انه الغضب مش انفعال سيء، ده انفعال طبيعي ومقبول، لكن الطريقه اللي بنعبر بيها عن غضبنا هي اللي ممكن تبقى حاجه وحشه. وهوري له ايه الاثار السلبيه اللي هتترتب على التعبير عن غضبنا بشكل غير مناسب. وفي نفس الوقت هزوده بعدد من الاساليب او الاستراتيجيات اللي هتعلمه ازاي يتحكم في الغضب. المواد اللازمة بسيطة جدا، عبارة عن ايه؟ بالونات، لوح ورق كانسون، قلم ماركر، مادة لاصقة. طبعا في البداية بثبت لوح الورق الكانسون على الحيطة قدام الطفل، وبنبتدي بوزع البالونات. طبعا ده افضل انه يتطبق بشكل جماعي. هدي الاطفال كل طفل بالونة، وهقول له عاوز كل واحد فيكم يفكر في موقف شعر فيه بالغضب بس ما عبرش فيه عن غضبه. وبعد أن يتأكد أن كل طفل بدأ يستعيد الموقف الذي أثار غضبه، يقول لهم دلوقتي كل واحد فيكم ينفخ مشاعر الغضب اللي حس بيها في الموقف ده جوه البالونة. وبعدين يطلب من الطفل يفتكر موقف تاني ويفضل ينفخ. أنا عايز أوصله لإيه؟ عايز أوصله لمرحلة الانفجار. أنا عايز ذهنه يربط ما بين
حاله الانفجار اللي بيحس بيها وبين البالونه. هو شبه البالونه ومشاعر الغضب زي الهواء اللي جوه البالونه. كل موقف هنفتكر الموقف بس اللي ما عبرش فيه عن الغضب، المواقف اللي انا حسيت فيها بالغضب وما عبرتش فيه عن غضبي، ويفضل الطفل ينفخ ينفخ الهواء داخل البالونه. طبعا هيحصل ايه للبالونه؟ هتنفجر. يطلب المعالج من الاطفال ان يخبرونه عن سبب انفجار البالونه ويقول الاسئله دي: ايه اللي بيحصل عندما تظل غاضبا لفتره طويله؟ كيف يؤثر الغضب على تصرفاتك؟ ويناقش الاطفال في الاجابات اللي قدموها. انا هنا بخلي ذهنه يعمل زي نوع من المناظره ما بين البالونه اللي هي بتمثله والهواء اللي بيمثل الغضب اللي احنا بنكتمه وما بنعبرش عنه ونفضل ساكتين لحد ما نوصل لمرحله الانفجار. هيديله كل طفل هيديله بالونه تانيه، وبيطلب منهم برضو انهم يفكروا في مواقف شعروا فيها بالغضب ويبتدوا ينفخوا الهواء داخل البالونه. لكن هنا النبجه انا مش هستنى لما الهواء يكتر، مجرد ما البالونه تنتفخ انتفاخ قليل هقول له توقف عن النفخ وقول لي انت حاسس بايه دلوقتي، ويبتدي يتكلم عن الخبره اللي اثارت الغضب بتاعه. أثناء حديث كل طفل عن غضبه يطلب منه المعالج أن يفرغ قدر قليل من البالونة. أنا دلوقتي نفخها خليته برضو يفتكر موقف تاني شعر فيه في الغضب ومعبرش، أنفخ هواء جوه البالونة بس مش هخليها تبقى كبيرة. مجرد ما بيبتدي يتكلم هقول له، هو إيده ضغط على البالونة، هقول له وهو بيتكلم يسيب فرصة للهواء يطلع شوية. أنا هنا بعلمه إيه؟ بعلمه إن الغضب لما نطلعه نطلعه ببطء، ما نطلعوش مره واحده عشان ما يعملش الانفجار اللي هو في 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 لغتنا احنا السلوكيات العدوانيه اللي سواء كانت لفظيه او جسديه. ثم يعود للاطفال للحديث عن غضبهم ويفرغوا قدر قليل من الهواء بالبالونه، ثم يسال المعالج: تفتكروا في فرق بين تفريغ الهواء بالراحه واللي حصل في البالونه الاولى؟ انا دلوقتي اديته موقفين، مواقف متصاعده متصاعده متصاعده، الهواء عمال يتنفخ جوه البالونه لحد ما وصل الطفل للانفجار، والموقف الثاني هو متحكم ها وعمال يفرغ الهواء ببطء وفي نفس الوقت بيتكلم عن مشاعره. ويساعد المعالج الاطفال في فهم ان البالونه اذا امتلأت بالهواء ثم تم تفريغها ببطء فانها لن تنفجر، وطبعا بربط له بينه وبين البالونه. يسأل المعالج الأطفال: تفتكروا إيه اللي ممكن نعمله عشان نمنع نفسنا من الانفجار زي البالونة؟ ثم يسجل استراتيجيات المواجهة على الورقة المثبتة على الحائط. خلاص احنا فهمنا الفرق بين التعبير عن الغضب بشكل سلبي والتعبير بشكل إيجابي، إزاي إن تنفيس البالونة ببطء مش هيخلينا نوصل لمرحلة الانفجار ونأذي نفسنا ونأذي اللي حوالينا. طب تفتكروا إيه اللي نعمله يا أولاد عشان ما نوصلش لمرحلة الانفجار؟ إيه الحاجات اللي ممكن نعملها؟ وابتدي أسجلها على لوحة الكانسون أو ممكن تبقى نقط صغيرة مع كل طفل يسجل عليها. إذا واجه الأطفال صعوبة في التفكير في أفكار، على المعالج أن يقترح عدد من الاستراتيجيات. إيه الاستراتيجيات اللي بنقترحها عليه؟ إنه يتكلم مع حد تاني، يتكلم عن غضبه مع حد تاني، العد ببطء من 1 لـ10، الشهيق والزفير حتى يهدأ الطفل، استدعاء موقف أو أحداث سعيدة سابقة. مجرد أن تكتمل القائمة بدع كل طفل يصوت على استراتيجية المواجهة المفضلة لديه. بعد ما حطينا ورصينا هم بيقولوا لي وانا بكمل معاهم، طب كل واحد بقى هيختار ايه الاسلوب اللي هو شايف انه مناسب بالنسبه له يعبر بيه عن غضبه. على المعالج ان يتيح للطفل استخدام الاستراتيجيه اثناء الجلسه العلاجيه ليتاكد انه يستخدمها على نحو جيد، ويطلب منه استخدامها في المنزل عندما يشعر بالغضب. في الجلسه التاليه بيوجه له الاسئله دي: كلمني عن اللي حصل في الاسبوع اللي فات، انت استخدمت الطريقه امتى استخدمت الطريقه اللي انت اخترتها عشان تمنع نفسك من الانفجار لما بيحصل الغضب. طيب هل حصل ان انت انفجرت خلال الاسبوع اللي فات؟ اذا كانت اجابه الطفل هي نعم، طب ايه اللي منعك انك تستخدم الطريقه اللي اتعلمتها؟ وبعدين بقول له طب ايه الطرق الثانيه اللي تختارها من القائمه وتقدر تجربها؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان ما يحصلش انفجارات ثانيه في المستقبل؟ ويناقشه في الاجابات اللي قدمها. لون حياتك، دي برضو لعبة بسيطة جدا بنستخدمها عشان نزود الطفل بأسلوب بسيط وغير مهدد لفهم الحالات الوجدانية المختلفة اللي بيمر بيها، المشاعر المختلفة اللي بيحس بيها في حياته اليومية، وإزاي يقدر يطور مهارات للتحكم في مشاعره على نحو فعال. ويحتاج الأطفال أن يكونوا أكثر وعيا بالحالات الوجدانية التي يعيشونها، وأن تكون لديهم القدرة على ربط الحالات الوجدانية التي يعيشونها بالأحداث البيئية التي يمرون بها، وأن تكون لديهم القدرة على التعبير لفظيا عن مشاعرهم بأسلوب ملائم.
اللعبة دي ملائمة من سن 6 ل 12. المهارة الأساسية اللي بتتطلبها إن الطفل يكون عارف الفرق بين الألوان، عارف الالوان المختلفه وكذلك الحالات الوجدانيه المختلفه. المفروض انه يبقى عارف ان في حزن، في غضب، في خوف، في قلق، في كذا. ايه اللي انا بحتاجه؟ ممحاه، قلم رصاص ملون، قلم ماركر، طباشير ملون، ورقه بيضاء. الوصف بيبدا المعالج اللعبه بان يطلب من الطفل ربط كل لون بشعور معين. انا عايز اعلمه في البدايه ان كل لون بيعبر عن انفعال، فالمعالج بيقول له تقدر تقول لي ايه الشعور اللي بينسجم مع اللون الاحمر؟ الطفل بيقول ما اعرفش. المعالج هيقول له افتكر الوقت اللي الناس بتكشر فيه وتحمر وشوشها، فنعلمه دلوقتي يربط ما بين الغضب وما بين الايه، اللون الاحمر. المعالج كويس قوي، ناس كتير بتشوف ان اللون الاحمر بينسجم مع الغضب والنرفزه، وبيبتدي يعمل ده مع كل الالوان لحد في الاخر ما هعلمه يربط الرابطه دي، ان الاحمر بيعبر عن الغضب، البنفسجي بيحبر عن الغيظ، الأزرق الحزن، الأسود الحزن الشديد، الأصفر الغيرة، الأخضر السعادة، الرمادي الوحدة، البني السأم أو الذهب. طيب خلاص اتعلم وعرف كل طفل إن كل لون مرتبط بانفعال معين. إيه اللي هنعمله بعد كده؟ ينبغي على المعالج أن يكون متأكدا من أن الطفل يصنف كل شعور بكلمات بسيطة قدر المستطاع، وبعد أن يرتبط كل شعور باللون المتفق عليه ويستقر الأمر في ذهنه، يقدم له المعالج ورقة بيضاء ويطلب منه ملء الورقة البيضاء بالألوان التي تعبر عن مشاعره اللي بيشعر بيها. طبعا هنا متاح له يرسم أي حاجة، عايز يرسم أشكال هندسية يرسم، عايز يرسم أشخاص ومواقف يرسم. أنا الفكرة هنا إن أنا من خلال الألوان اللي هو هيختارها هقدر إن أنا أقرب بقى منه وأقول له أنت مش ملاحظ إن أنت اخترت اللون الأحمر، وده معناها بالكلام اللي إحنا قلناه قبل كده ان انت حاسس بايه، فهيقول لي حاسس بالغيظ، ونبتدي نقرب من ان احنا نتطرق للمشكله اللي جايه لي بيها. او اختار اللون الاسود فاقول له انت مش ملاحظ ان انت اخترت اللون الاسود والاسود ده بيعبر عن الحزن، ونبتدي بقى ها بمجرد ان ينهمك الطفل في الرسم يحد المعالج من حديثه مع الطفل، وعندما يفرغ يحث المعالج على التحدث عن الصوره التي رسمها، ويركز المعالج في مناقشته مع الطفل على الالوان اللي اختارها والمشاعر التي ترتبط بيها ومبرر اختياره لهذه الالوان. طبعا لما بستخدمها بشكل جماعي ده بيعمل نوع من التيسير الاجتماعي، لانه بيخلي الولاد بيقارنوا رسوماتهم ببعض، انت اخترت اللون الاحمر وانا اخترت اللون الاسود، وده عمرو اختار اللون كذا، انا حاسس بالغيظ، انت حاسس بالحزن، ده حاسس بكذا، فيعمل تيسير لانه يعبر الطفل عن مشاعره. طبعا انا ما بستخدمهاش مره واحده، انا بستخدمها عبر الجلسات العلاجيه اكتر من مره. ليه؟ عشان ارصد التغيرات اللي بتطرق، كاني بعمل فولو اب ها على التغيرات اللي بتطرق على انفعالات الطفل ومشاعره عبر الجلسات العلاجيه. طبعا انا مش معنى ان انا بستخدم اللعب ان انا مش هعمل اسسمنت وبري وبوست والادوات الموضوعيه اللي احنا عارفينها، دي جزء من التكتيكات اللي انا بستخدمها مع حاجات تانيه. ويمكن ان تعدل اللعبه بحيث يطلب من الطفل ان يرسم مشاعره اللي مر بيها الاسبوع الماضي او اثناء فتره عصيبه من حياته، مثل موت احد افراد الاسره او انفصال الوالدين او انتقال الطفل من سكن لاخر. يعني ممكن تستخدمه بشكل حر، ارسم كل اللي انت حاسس بيه دلوقتي، او ممكن اقول له ارسم الحاجات اللي انت المشاعر اللي انت حسيت بيها خلال الاسبوع اللي فات، او اللي حسيت بيها لما بابا وماما انفصلوا، او اللي حسيت بيها لما عزلت المسكن جديد وانتقلت لمدرسه اخرى. على فكره بقى ممكن اذهان حضراتكم تطور بقى يعني حاجات تانية، تعديلات اخرى، بحيث ان انا اوظفها في نطاق اوسع من ذلك. انا هعمل ايه في البازل دي؟ انا هحط مواقف سلوكيه كلها هتبقى معموله له هنا، انا هقراها لحضراتكم دلوقتي. وهعمل ايه في المثال الاولاني؟ انا حامله له كل الخانات، هحط له ايه الفكره اللي حصلت، ايه الشعور اللي صاحبها، وايه السلوك اللي هينتج عن كده. بعد كده ممكن احط له المشاعر بس وهو يكمل هنا ويكمل هنا. ممكن رسمه ثالثه احط له السلوك بس عشان يتعلم يربط ان في علاقه بين الطريقه اللي بنفكر بيها، وانه الطريقه اللي بنفكر بيها هتاثر على مشاعرنا، ومشاعرنا في الاخر هتخلي سلوكنا واخد طابع معين. هقول لكم امثله. اخذ مهند الادوات المدرسيه الخاصه بشقيقه عمر وكسرها. طب ايه الفكره اللي دارت في ذهن مهند؟ شعر مهند بالحزن والضيق. لا متاسفه انا ابتديت هنا بالمشاعر. حس ايه مهند؟ حس بالشعور بالضيق والحزن. ايه الفكره اللي دارت في راسه؟
انه لازم اتقنوا درس في الادب. طب انا فكرت كده وشعرت بالشعور ده، النتيجة المنطقية مفروض ان هو كسر عمر المقلمة الجديدة الخاصة بمهند. انا حطله بقى ده المثال. حاجه في اللي بعد كده حملاله خانتين بس. طلبت مايا من شقيقتها ندى ان تسمح لها بارتداء فستانها الجديد في حفلة المدرسة ورفضت ندى. حطاله. شعرت مايا بالمهانة والاذلال. ايه الفكرة اللي دارت في راسها؟ ندى لا تحبني وهي انانية لا تفكر الا في نفسها فقط. ايه السلوك اللي ممكن يحصل في موقف زي ده؟ هتقطع فستان. طيب المرة الجاية هحط له الشعور بس. طلبت نهى من والدتها ان تساعدها في حل مسألة رياضية صعبة فانشغلت عنها الام باداء الاعمال المنزلية. انا حط له الفكرة، امي لا تعبأ بي وتحب شقيقتي مي اكثر مني. حط لي بقى الشعور وحط لي السلوك الناتج وهكذا. يبقى انا عاملها له في صوره بازل. اختار بقى مواقف بسيطه ممكن تستقي على فكره مواقف من عبارات الام نفسها اللي بتصف فيها سلوك ابنها واعملها له في صوره بازل. وممكن على فكره لو الطفل ما بيعرفش يقرا ويكتب، ايه التعديل اللي ممكن اعمله في الافكار والمشاعر؟ صور، يا صور او رسومات تمثل الانفعالات المختلفه. يبقى كده الطفل يتعلم يربط ما بين الفكره والشعور والسلوك. وده اساس العلاج المعرفي، ان انا هخش على الافكار وابتدي اغيرها فتتغير مشاعر الطفل وتتغير سلوكياته. يبقى انا هنا وصلت له كل المبادئ بتاعه العلاج المعرفي بس باسلوب بسيط وسهل. طيب الفكره السيئه دي الراشونال سوتس او الان هيلبفول سوتس، ازاي اوصله ان هي حاجه وحشه وبتعوقنا وبتخلي يعني بتاثر على ادائنا النفسي؟ في التراث الاجنبي لقيتهم عاملين تكنيك مسمينه تكنيك المكيال والبالونه. جايب له بالونه هيليوم وجايب له مكيال، مكاييل كيلو اتنين كده. طبعا احنا لو انا ما عنديش مكيال في الشغل بتاعي في بدايل، هقول بالصورة التقليدية وهقول لكم ايه التعديل اللي انا عملته، انه بيخلي الطفل يذكر المشاعر السلبية ويشعر ويقول المشاعر الايجابية. كل فكرة من المشاعر الايجابية يخليه يمسك بالونة هيليوم ويلف بيها الحجرة بتاعت العلاج. ولما يقول كل فكرة سلبية تتقال يخليه يمسك مكيال تقيل ويلف بيه الأوضة. انا بدل ما اقول له الافكار الانهل بفول دي معوقه وبتقلنا وبتخلي تاثر، لا ده هنا هيلف الاوضه. طب لو انا ما عنديش مكيال، انا فكرت في حاجه تانية، تفتكروا ايه؟ ايه البدائل اللي ممكن استخدمها؟ ممكن شنطه. انا فكرت ان انا بالونه املاها ميه، يعني ايد اربط في ايده الافكار الايجابيه، اربط له بالونات عاديه خفيفه فاضيه يمشي يلف بيها الاوضه. وكل فكره سلبيه ممكن اربط له بالونه مملايه ميه واربطها في رجليه ويمشي عشان يتكعبل ويحس انها تقيله ويحس. بلاش ده وده، ممكن جردل اللعب اللي فيه المكعبات اربطه في رقبته ويلف لي بيه الاوضه. اي حاجه بسيطه في الموقف بتاعك. الموقف مش محتاج ان انا يعني استعين بحاجات. شغل البلاي ثيرابي يا جماعه جماله ان هو شغل كرييتيف. عايز انت تقدر، عارفين الشطره اللي بتغزل برجل حمار؟ هو ده. ما عنديش مكاييل، في 100 فكره ممكن استخدمها بحيث ان انا اوصل له ان الفكره السلبيه دي فكره معوقه ممكن تكعبلني ممكن توقعني على المستوى النفسي، وان الفكره الايجابيه فكره بتخليني طاير بتخليني سعيد بتخليني ما بتعوقنيش عن ان انا اعيش حياتي بشكل ايجابي. طيب ايه تاني تدريبات تانيه؟ برضو فكرة المخاوف، المخاوف المرضية ممكن برضو أتعامل بيها مع دمي، أتعامل مع حاجات نشكلها بالصلصال. الطفل بيذكر لي كل المواقف أو الحاجات اللي بتثير خوفه أو أشخاص. نفرض أنه في طفل عندي عنده سكر، مريض السكر، الطفل مريض السكر أكتر مشكلة بتواجهه إيه؟ حقنة الأنسولين. طيب هنبتدي نخليه يرسم حقنة الأنسولين ويفكر ايه التغييرات اللي ممكن يعملها على الرسمة عشان الحقنة ما تبقاش بتخوفنا. قولوا لي ايه الحاجات اللي ممكن يضيفها على الحقنة عشان ما تبقاش بتخوف؟ تبقى صغيرة. ايه تاني؟ الوانها فاتحة. طفل مرة رسمها بشكل جميل جدا، عارفين رسمها ايه؟ قعد فوقها، تخيلها طيارة وهو طير بيها. السن ده اللي بيأذيه، ايه التغيرات اللي ممكن نضيفها عليه عشان نخليه ما يبقاش بالنسبة له مفزع؟ انه التاني فيبان كانه شمسيه، نعملها بشكل كده ها
فاني بحيث ان الطفل يقدر يتعامل معاها، لانها بعد الفكره ما كانت مفزعه ابتدت تتحول لحاجه فاني، بقت شمسيه ممكن مش عارفه اعمل فيها يعني احط على راسها قبعه وتبقى راس ويبقى الحقنه نفسها رقبه. فكروا معايا نعمل برين ستورمنج. ممكن اكيب سمايل، ايه تاني؟ ممكن تبقى سلم، ممكن تبقى سناره، وهكذا. كل حاجه من الحاجات اللي بتثير خوفه ببتدي اقرب منها باسلوب التسكين المنظم، ابتدي بالاقل وممكن يشكلها بالصلصال، ونبتدي نشكل حاجه تانية عشان تخليها ما تخوفش، فنلبسها قبعه، فنعمل لها كذا. ده برضو من الحاجات اللي بتستخدم في علاج المخاوف. ايه تاني؟ يعني يا ريت حضراتكم تقولوا لي حاجات وانا اقول لكم. لعب الاضطرابات صعبه في السن الصغير قوي، لكن ممكن حاجات اللي مرتبطه بال مشكلات. ما هو الخوف احنا قلنا تدريب زي ده. ممكن في حاجه تانية نقول للطفل انت معاك دلوقتي مفتاح سحري، وقدامنا قلعه اربع ادوار، هنروح ندور ايه المفتاح اللي بيفتح على كل الاوض دي، وهنتخيل ان احنا فتحنا اوضه. مين اللي تحب ان هو يبقى معاك جوه الاوضه دي؟ ومين اللي ممكن العبها بالعكس لو الطفل عنده اتعرض لاساءه، مين اللي انت تخاف لو فتحت الباب وتلاقيه قدامك؟ فيبتدي الطفل يقرب تدريجيا من انه يعبر عن الخبره المهدده بالنسبه له باسلوب سيف تماما. طيب حاجه زي المدرسه، المذاكرة تتحول لأنشطة لعب ازاي؟ طب طفلة صغننة عندها 6 سنين وما بتحبش المذاكرة، ازاي ان انا اساعدها على انها تتعامل مع خبرة الدراسة على انها خبرة فاني؟ هو لازم تكتب الحروف زي ما في مدارسنا بيعملوا 5 6 مرات وتقعد طول الليل ايديها وجعها. هو مش ممكن اشكلها بالصلصال الطينة الاسواني، عارفين الطينة الاسواني؟ او صلصال ملون، بدل ما نكتبها نشكلها. طيب ممكن حبات مكرونة، نشكل الحرف بحبات مكرونه ونلزقه على ورقه ونلونه، ابتدى يبقى حاجه فاني. ممكن ان انا اكتب، اخليها تغمض عينها ونلعب اللعبه دي، تكتب الحروف على ايديها، اكتب لها الحروف على ايديها او عين او ظهرها، يعني ادخل ايدي على ظهرها واكتب الحروف وهي مغمضه عينها عشان تتخيل الكلمه اللي انا بكتبها. وهنا كمان على فكره ليها ميزه بقى تربويه بعيدا عن الكليريكال، ان الطفل يعيش خبره التعلم بكل حواسه. طيب الوان ميه، بس مش بالفرشه، خليها تغمس ايدها في الالوان الميه وتشكل الحروف بصوابعها عشان تحس بالحرف لمسيا. فدي شكل تاني. دي كتيره جدا كتيره جدا، بس يعني انا طبعا الدوره كان صعب تغطي كل حاجه، لكن طبعا لو حضرتك مهتم انا معايا مانيوال في حوالي 118 لعبه بتغطي حاجات كتيره جدا. خلاص كده؟ احنا خلاص، انا كده خلاص، انا بقى متسجن ما بعرفش. بنشكر الدكتورة عبير على يعني السيشن دي، كانت فيها كرييشن وفيها برين ستورمنج وفيها يعني حاجه انا حسيت نفسي ان انا بلعب معاها وهي بتقول. ف ثانك يو. طبعا اذا كان في حد يحب اي سؤال او استفسار او اضافه، اني كومنت او اني كويتشن. دكتوره بس القلق الحين التعبير عن المشاعر، يعني الالعاب بالتعبير عن المشاعر، طب شلون نوصل الى الثيرابي يعني؟ هل تبقى نفس اللعبه مثلا لون حياتك اذا دبرست، اذا طفل دبرست يعني، ولا تغيير الالعاب تغيير؟ طبعا انا بقول لحضرتك انا معايا مانيوال في حوالي 118 لعبه، صعب ان انا كنت اقول، لكن احنا اتفقنا على انه انا مش هستخدم العلاج باللعب لوحده، انا معايا تكنيكات تانية بستخدمها، مش العلاج باللعب بس. وفي العلاج باللعب ممكن استخدم اكتر من لعبه، انا كان صعب اقول كله، انا يعني جبت لحضراتكم عينه، لكن طبعا المهتم هيقدر يشوف المانيوال كامل ويقدر يشوف العاب تانية كتيره ممكن يستخدمها او يوظفها. ما زلت باكد مره تانية على ان الشغل ده مش بنتعامل معاه لانه شغل جامد وليه ستيب باي ستيب زي اي شغل تاني، ده شغل معتمد على الكرياتيفيتي بتاعه المعالج، وازاي هو لعبه تولد لعبه تانية تقرب من المشكله اللي انا عايزاها. لكن زي ما قلت هو مش هيستخدم لوحده، هيستخدم معاه تكنيكات اخرى. اتفضل دكتور مجدي. فوبيا، الطفل اللي بيخاف من انيمالز نفس الكلام اللعبه اللي احنا قلناها، ممكن اجيب له انيمالز بلاستيك او يشكلها بالصلصال، ونتخيل نحط ايه الاضافات اللي نعملها عشان الانيمالز ده ما يبقاش مخوف. حتى في لعبه منهم اسمها البرنت الديناصور،
الطفل بشكل ديناصور الصفار ويبتدوا يلبسوه برنيطة او يلبسوه مش عارفه ايه، فيبقى حاجه خارقه للتبريد. فتره التعرض للتبريد هتخلي يبتدي بعد. هل بس هل ده لوحده؟ لا طبعا، مع حاجات بقى تتكلم. بس زي ما قلت مره تانيه، ده ما بيلغيش عن استخدام الادوات الموضوعيه للكتابه الاخرى عشان اقدر ارصد كل التغيرات اللي بتحصل بشكل موضوعي. تستخدمي في العب اللي اي سن 12 وفوق؟ التكنيكات اللي لقيتها من 6 ل 12 وفي حالات قايلين ان هم بيستخدموها مع ادلت، بس انا بالنسبه لي انا شايفه انه مش مقنع. عشان استخدم مع ادلت لعبك علاج باللعب ممكن يبقى رول بلينج ماشي، نمثل ونعملها دراما ماشي، لكن عشان استخدم له اللعب لا، ممكن تبقى حاجات تانية بقى. المادة دي نفسها حولها لدراما ونبتدي نمثلها مع بعض ومن خلال الرول بلينج على يعني اتعامل معاه. وحاجة زي مثلا السوشيال سكيلز، السوشيال سكيلز محتاجة رول موديلنج. ممكن تبقى الضابط نفسها هي الموديل اللي بتوري له ازاي يبقى اسيرتيف، ازاي يقدم نفسه للناس، ازاي يفهم الهديات الاجتماعية فما يستمرش في حديثه والناس مش عايزاه يتكمل وهكذا. فهي المجال واسع، لكن طبعا دي كل وقت مخليني بجري. انا بعتبر كل اللي انا عملته ان انا استثارت انتباهكم لاهميه ده، لكن ما قلتش حاجه. مازال في شغل كتير جدا محتاج انه يتعرض. One more question. السؤال الاخير. استاذتنا تفضلي. بالنسبه للعبه كيف تلون مشاعرك او هاو تو كلر يور لايف، راح تختلف اللون من طفل للطفل. الطفل ممكن يشوف اللون الاحمر لون غضب قلق توتر، لكن انا ممكن اشوف الروح لون فرحي والبعد الثقافي. التراث الاجنبي لقيتهم حاطين الاخضر بيعبر عن الغيظ او حاجه كده. احنا الاصفر في ثقافتنا العربيه اللي المرض الغيره او المرض. عندنا لون ريلاكسد. أي. الازرق انا بالنسبه لي ما بعتبروش لون حزن، وحطوا الازرق حزن والاسود حزن شديد. انا زي ما قلت ده مش كلام مقدس، عدليه بما يتناسب مع البيئه والثقافه. انا هذا اللي بقوله، الفكره ان هو يبقى عارف انه يربط كل انفعال بلون. اي نعم، نتفق احنا الاثنين على اللون بس. شكرا. كنت عايز اسال حضرتك الاي كيو ليفل، يعني هل الاي كيو ليفل امتى نقول ان احنا ممكن نطبق وانهي العاب؟ هل يفرق الاي كيو في اختيار اللعب او في ممكن يستخدم مع حالات الاطفال المنتال ريتارد؟ يس، بس طبعا هل... على حسب طبعا. لو الاطفال القابلين للتدريب وقابلين للتعامل لما اجي على لان في كل لعبه فيها ابستراكشن برضه. هنا بقى تيجي السنس بتاع المعالج والتعديلات اللي عاملها اللي تتناسب مع طفل متاخر. لو طفل متاخر مش هرجع للكتابه نهائي، لكن ممكن يشكلها، ممكن نرسمها، ممكن نحطها في صورة استيكر ملون. بازل زي ده لو طفل عنده 4 سنين هعملها له ازاي؟ لكن ممكن اعملها له بستيكر بتبين الحزن وتبين الغيظ، ونفس الكلام المواقف اعملها له في صورة رسم. حضرتك بتعدل الموقف بما يتناسب مع سن الطفل، مستوى نطقه، وكمان مستواه في القراءة مهمة جدا. يس. لو طفل عنده صعوبات في القراءة هتستخدم ده الكلام ده معاه ازاي؟ بس ميزة العلاج باللعب انه بيتخليني اتغلب على مشكلة اللغة. مشكلة الفروق الثقافية دي، الحاجات البراكتيكال دي تقريبا متعارف عليها مع كل الثقافات نقدر نستخدمها، لان دي لعب في الاساس. طيب، في دراسات بين البلاي كثيرابي والكرييشن ليتر بالنسبه ل مستخدمينه؟ في تقارير معموله عن استخدام العلاج باللعب مع الولاد الكرييتيف وجيفتد تشيلدرن. على فكره هي ما زالت خصبه ومحتاجه دراسات كثيره جدا. ما فيش لحد الان يعني مش شايفه في شغل او واخد شكل تقارير منظمه كده متبعه منهج علمي وتعمل تري وبوست والكلام ده. يعني الحاجات اللي شفتها معظمها مش يعني معتمد على الرول بلاينج اكتر، الحاجات الشائعه، لكن اللعب باللعب كده لا، او مستخدمين الالعاب الالكترونيه. طيب، احنا بنشكر الدكتور عبير في النهايه، دكتور حسام عشان هو اطفال، ف يعني اخر سؤال اتفضل دكتور حسام. مظبوط الفكره دي. انا باعتباري بنتمي لمدرسه علم النفس في جامعه القاهره، احنا شغلنا كله المنحى السلوكي اللي فيه التوجه المعرفي، فيمكن عشان كده هتلاقوا ان احنا معظم الشغل او التدريبات اللي هتلاقوها موجوده عندكم في الكتب كلها واخده الطابع المعرفي السلوكي. وارد ناس تانية مثلا في عين شمس بيتبنوا المنحى التحليلي، انا بصراحه ما اقتنعتش بيه ان هو يخلي الطفل يلعب لعب حر
ويبتدي المعالج يأول السلوكيات بتاعة الطفل، وده حاسس بالجزء انا مش بحب، يعني ده حاسس انه غير موضوعي، انا بعرضه لخبرة اداء فعلي هو اللي يعبر عنها وارضه. لكن طبعا كل واحد ليه توجهه، انا ما بنتميش لمدرسة تحليل نفسي فاستخدامي ليه مختلف. كل واحد هيتبنى منحة هيلاقي هو بيصبغ اللعب وبيأوله او بيفسره وفقا للمنحة اللي هو بيمثله. فانا من الاول معترفة قلت لكم انا المنحة بتاعي منحة سلوكي معرفي. طيب معلش في استثناء المديرة قالت سؤال بس احنا مرة يانا دكتور جاسم حاجية هو يعني عنده اكسبيرينس بالبلاي قراءة رسم الأطفال، هو هل هو من ضمن الأسسمنت والتريتمنت اللي تابع للبلاي ثيرابي؟ وإذا يعني اليهال مثلا تعرضوا للشايد أبيوس يخلونهم يرسمون، طب وإذا ما يعرفون يرسمون وهل الرسم فعلا انديكيتر؟ يعني للمود والمزاج والحالة النفسية حتى لو ما عنده سكيل رسم؟ على فكره في ناس في الكليات التربيه والموسيقى بقى في عندهم حاجات دراسات فعلا معموله عاملها ناس متخصصين في الـ في الـ في الرسم، وفي كليه بتاعه التربيه الموسيقيه ناس عامله، فكل واحد في الاريا بتاعته بالتاكيد هيبقى قادر على انه ممكن يستعين بحد بتاع رسم ويقدر يقول لنا. بس انا الستاندرايزيشن هتبقى مشكله بالظبط، الحاجه اللي فيها تاويل بجزائي الستاندرايزيشن، لان كل واحد هيفسرها اكور. عشان كده بقول لكم انا رافضه المنحه التحليلي النفسي، لان انا هحبط ذاتي وهفسر الموقف بالطريقه اللي انا عايزه افسرها. انا ده مش زي الرشاش بالظبط، فعشان كده انا مش ببعد عن الحاجه اللي فيها تاويل، انا كله اداء موضوعي اقدر ارصده واقدر اعمل. على فكره احصى الشغل ده كله قابل انك حضرتك تعمله في صوره جداول ملاحظه ورسم بياني واستمارات ملاحظه ترجمها لارقام واعمل لها ستاتستيك، واقدر في النهايه ارصد التغيرات كام منين، لان انا مش جايه مجرد العب، لان لا ايه الفرق بيني وبين الاب والام، انا جايه العب بس لعب بروفيشنال.